Vai pra Blasco, leva aí, Thiago Flores. التصويت هذا حق وواجب لكل مواطن، واليوم بمناسبة هذه الانتخابات اللي هي بطبيعة الحال المسلسل الانتخابي مهم دائما في تاريخ أي أمة، وخصوصا في دولة تنشد الديمقراطية. واليوم هذه الانتخابات هذا العام عندها واحد الخاصية، أولا الخاصية الأولى أنها جت في ظروف كورونا، وبالتالي لا بد أن تتأقلم مع صعوبات الإجراءات الاحترازية. ثانيا تجمعت فيها الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية، فهو تحول كبير، فلذلك نتمنى إن شاء الله كل شيء يدوز بخير. غيكون شي مشاركة مكثفة؟ ونتمنى يبدو أنه هذا الصباح على حسب بعض الارتسامات أن هناك إقبال للمواطنات والمواطنين باكرا مع الساعة الثامنة في عدد مهم من المكاتب، وهذا يفرح. هل هناك يفرح ملاحظات لأن, لأن 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 يعني انخراط المواطن هو اللي كيعطي الانتخابات النجاح. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.